صباح الخير في فيديو جديد ولسه مكمل معاكم في ماليزيا. انا حاليا في مطار كوالالمبور ومتجه لمدينة بينانج. يلا بعد الجزء الاول في كوالالمبور سافرت على بينانج الموجودة في شمال غرب ماليزيا. ورغم التقلبات الجوية السيئة اللي بتمر فيها البلاد قررت اني ازورها لانه السفر والاستكشاف عمره ما كان له حدود. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Oh, even though where these rivers استلمت الغرفة. هذا واحد من الشوارع المشهورة في بينانج واللي اسمه ليتل انديا تاون. هي عبارة عن الهند بس مصغر، يعني موجود كل شيء كأنك تحس حالك موجود في الهند. هذا اسمه شارع الفن، بتلاقي في كل مكان مرسوم على الحيطان زي هيك.
في آخر ساعات في بينانج حبيت أن أزور مزرعة فراشات. يلا نكتشف مع بعض. Hello, good morning. Yeah, I need one ticket, please. اشتريت التذكرة سعر 69 رنجت ويلا خلينا نفوت لجوا. Thank you. وهون رح انهي معاكم فيديو بينانج. واذا عجبكم الفيديو اعطوني لايك واشتركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام، الرابط موجود في الكومنت الاول. وبشوفكم في فيديو جاي اللي رح يكون فيه لنكاو. مع السلامة.